ضوء الشمس، وده مهم جدا بالنسبة لنا، ده بيبقى في الصباح الباكر جدا أو قبل المغيب. في الفترة ديت العلماء وجدوا إن نسبة الأشعة فوق سجائر الألترا فايلوت دي بتبقى مرتفعة جدا في الفترة دي، وديت اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا موجودة في الضوء الطبي. الأشعة ديت بنحاول نتعرض لها من 5 لـ10 دقايق، بس لازم ننتبه لحاجة مهمة جدا، احنا مش بنعالج الصفرة ونعرض الطفل لحروق الشمس، لازم الأم تكون واعية كويس. في أمهات تقول لك إيه، طب أنا ممكن بدل 10 دقايق الصبحية أو 5 دقايق الصبحية مثلا وخمس دقايق وعشر دقايق بالليل آخر النهار يعني قبل المغرب، ممكن نخليهم 20 دقيقة الصبحية مرة واحدة. لا، أنت كده ممكن تعرضي الطفل لحروق الشمس. مهم جدا إنك تكوني طبعا بين الدراعات بين الرجلين الأطفال تشمري له عشان تبدأ تكسري. الأشعة البنفسجية ديت بتبدأ تخترق جلد الطفل، تبدأ تكسر مادة البيليروبين اللي الكبد لسه مش قادر يكسر كل الكمية ديت، فهي بتساعد الكبد، بتبدأ تخترق الجلد توصل للوعاء الدموي تكسر المادة دهيت، تبدأ تكسرها وتبدأ تخرج عن طريق البراز. احنا هنا مهم جدا رضاعة زايدة كل ساعتين ثم انت قاعدة كميات كبيرة عشان تبدأ الإخراج يزيد. التعرض لضوء الشمس مش اللمبة البيضاء، لضوء الشمس المبكر في الصباح الباكر عند الشروق وعند المغيب من 5 لـ10 دقايق في كل مرة، ونكون حريصين ما نعرضش الطفل لحروق الشمس. طبعا يفضل ان احنا يبقى فيه قبعة بيضة نلبسها على راس الطفل علشان نحمي الوجه. زائد طبعا انك انت ما ينفعش تعملي الكلام ده كله لوحدك، لازم تحت برضو اشراف طبيب اخصائي اطفال حديثي الولادة. ليه؟ لسبب واحد، ان احنا بنبدأ نقيس الصفرة يوم ويوم لا بالتبادل حسب ما بنشوف الصفرة بتزيد ولا بتقل عشان نشوف الكلام ده جايب نتيجة ولا لا. هل يا ترى انا هضطر ان انا اساعد الطفل بمنشطات الكبد؟ وفي الغالب بتبقى ديت منشطات طبيعية،